بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنحل امثله على التنشن اوف ممبرز. هو بيقول لك ايه في اول مثال؟ بيقول لك احسب التنسايل ديزاين سترينث اوف ممبرز، عايزك تحسب من الاخر الكاباسيتي بتاعه الممبرز اللي هيديها لك. فانت عندك اول ممبر اداهولك هو انجل 90 في 90 في 9، وادالك المسافات ما بين المسامير هي 65 و65، وكمان ادالك معلومه ان الستيل اللي احنا مستخدمينه ستيل جريد 37، وكمان المسامير ام 20 يعني قطرها ب 20 ملي. طيب جميل، انت عشان تحسب الكاباسيتي بتاعت الانجلز ديو تو تنشن فانت هتعمل ايه؟ انت المفروض اول حاجة تروح تحسبها ايه. اول حاجة ممكن نتعرض لها هو ليلدينج، فانت هتروح تحسب البي اللي جايه من اليلدنج. هتقول لي ايه؟ هتقول لي هي فاي بي نومينال، اللي هي فاي بكام في اليلدنج؟ 0.85. طيب هتقول لي في ايه بقى؟ في ايه فيلد؟ في اريا جروس. طيب واحده واحده، الاف فيلد بكام؟ الاف فيلد ده تجيبها من الجريد بتاع المصمم، من سوري، من الجريد بتاع الحديد اللي هو احنا مستخدمينه اللي هو ستيل 37. فانت لو ما اداهولكش المفروض تبقى حافظه اللي هو اف فيلد 2.4 طن بير سنتيمتر سكوير، دول اف التيميت كمان 3.7 طن بير سنتيمتر سكوير. طيب فتيجي تكمل كده تلاقي نفسك انت كمان لسه عايز الاريا جروس. فمن الاخر انت عايز باقي الخصائص بتاعت القطاع بتاعت الانجل اللي هو 90 في 90 في 9 ده، فتروح تجيبه منين؟ طيب ادي الجداول معانا اهي، انت الانجل اللي عندك ايه؟ هتلاقي 90 في 90 في 9، يعني ده تخش هنا وهتخش هنا 90 في 90 في 9. انا عايزك تجيب ايه؟ انا عايزك تجيب الاريا جروس، وعايزك تروح تجيب كمان الار، مش في المسألة دي بس عامة لما تيجي تدخل الجداول هتروح تجيب الاي اريا جروس، تروح تجيب الار، وهتروح تجيب الاي. طيب انت في المسألة دي محتاج الاتنين دول بس. بكام الاريا؟ هتلاقي الاريا اهي، تلاقي ب15.5، طبعا متنساش اليونت بتاعتها. والاي ادي الاي اهي اللي هي 2.54 سنتي. انت لو عايز تعرف ايه تاني؟ الاي ده، الاي ده اللي هو مسافة السي جي بتاعه. فهتاخد الاتنين دول كده وتطلع بيهم فوق، يبقى انت عندك 0.85 في الاف فيلد اللي هو 2.4 والاريا جروس اللي هي ب15.5. الكلام ده هيطلع معاك 31.62 طن. طيب تاني حاجة بالنسبة للفراكتشر هتقول ايه؟ هتقول ان هو فاي في اف التيمت فيو، هتقول لي اريا جروس او اريا نت. اريا جروس ده لو كان ويلدد، اريا نت ده لو كان بولت. طيب انت عندك ده بولت فانت تقول لي ده اريا نت. طيب واحدة واحدة بقى، تعال نحسب اليو. اليو بكام؟ اليو انت ليك معلومات تعرف تحسب منها، عندك توزيعات المسامير وعندك السنتريستي بتاعت الكونكشن او، فانت ساعتها تعرف تحسب اليو، مش محتاج الجدول اللي هو اكس بار اوفر ال ايكوال 1 ناقص. الاكس بار ده بكام؟ الاكس بار ده هو المسافة اللي هينتقل منها اللود في السي جي بتاعه لحد مكان المسمار اللي هو المكان ده، طيب اللي هي مسافة الاي. طيب انت جايب الاي معاك اهي اللي هي 2.54. طيب ال دي هي المسافة بين اول مسمار لحد اخر مسمار، اللي هي المسافة دي كلها اللي هو انت جايبها 65 و65، دي 130، خلي بالك انها بالملي، وانت حاطط هناك اليونت بالسنتي. لو انت هتعمل بحاجة هتعمل بحاجة اللي تحتها، يعني هتخلي دي بالسنتي تخلي المقام كمان بالسنتي، دي هتبقى
13 في الحالة دي، فيطلع معاك 0.805. طبعا ده ايه، لازم يطلع اقل من 0.9 خلاص، فانت هتاخد اليو كده. طيب تاني حاجة انت عايز تحسب الاريا نت، هتقول لي ايه؟ هتقول لي ده الاريا جروس ناقص ان فاي بلس 2 مليمتر في التي. طيب يبقى عندك الكلام ده اريا نت ايكوال ايه؟ اريا جروس انت لسه جايبها اللي هي ب15.5 ناقص. تعالى كده نفتكر مع بعض، انت لو بتشد المسمار او بتشد الانجل ده كده وكده، فشكل الفراكشر اللي عايز يحصل ازاي في لاين عمودي على اتجاه الشد؟ الفراكشر عايز يحصل للمسمار ده كده، تمام؟ فانت شايف كام هول للمسامير؟ انت شايف هول واحدة، واحد بكام الفاي؟ انت راجل مديها لك اهو، قال لك المسامير اما 20 يعني ب 20 ملي. طيب خلي بالك ان انت حاطط ده بالسنتي، يعني خليها هي كمان بالسنتي، يبقى 2 زائد 2 مللي، دي تبقى 0.2 سنتي. طيب انهي دي؟ خلي بالك ان هو ممكن يلعب معاك ويقول لك مثلا تي جاسيد بليت بكذا، تي جاسيد بليت ب 10 مللي مثلا. ها انت هل هتحط التي دي في القانون؟ لا، انت بتحسب الكاباسيتي بتاعت الانجل، مش بتحسب كاباسيتي الجاسيد بليت عشان تروح تحط التي جاسيد بليت او سيكنس الجاسيد بليت as a function في المعادلة، لأ. فأنت عايز تشوف السكنس اللي المسمار شايفه، فأنت عايز سكنس، أنت عايز سكنس ده اللي هو بتاع الأنجل. فهو قال لك 90 في 90 في 9، 90 في 90 في 9 دي اللي هو ده، ده 90 ودي 90 ودي 9 اللي هو المسافة دي، فده 9 مللي. يبقى اما تيجي تحطها تقول ايه؟ تقول 0.9. فالكلام ده بيطلع معاك ب 13.52 سنتيمتر. خلاص يبقى انت تعرف تجيب كده الكاباسيتي according to fracture. فهتقول لي الفاي اللي هي 0.7 في اف التيميت اللي هي 3.7 في اليو اللي هي 0.805 في كمان الاريا نت اللي هي 13.52، هيطلع معاك 28.19 طن. طيب انت عايز تجيب الكاباسيتي دلوقتي بتاعت القطاع، انت عندك ديو تو ييلدنج طلع ب 31، ديو تو فراكشر طلع ب 28. الكاباسيتي بتاعت الانجل هي الرقم الاقل فيهم. تاني نفس المثال اللي احنا قلناه في الشرح، انت لو عندك الانجل دي هتبوظ ييلدنج على 10 مثلا وهتبوظ فراكشر على 8، فايه هو الكاباسيتي؟ ايه اكتر، ايه اللي انا المفروض افرضه ان هو ده اقصى قدره يتحملها، اقصى لود يتحمله الانجل بتاعك ده لو هو يبوظ 8 ولو هو يبوظ 10؟ انا لو خليت الحد بتاعي ال10 مثلا، فلو اللود جه لحد 10 فهو عدى ال 8 فهو هيبوظ في الفراكشر. لو احنا قلنا ال 8 دي بتاعت الفراكشر، فهو خلاص بس بص فراكشر قبل ما يوصل لليدنج، فلا انت تخليه الاصغر منهم بحيث لما يريتش الصغير هو كده كده ستيل بيساتسفاي الكبير. يعني لو وصل 8 هو كده كده خلاص بقى سيف فراكشر، وفي نفس الوقت هو كده كده لسه سيف ييلدنج لان الييلدنج كان 10. فاحنا بنختار الرقم الاصغر، هو ده الكاباسيتي بتاع الممبر. طيب لو هو نفس المثال احنا خليناه ويلدد، فهنقول عايزين نقول ايه؟ هنقول ان هو هنجيب الكاباسيتي according to yielding. فهتيجي تقول لي هو فاي بي نومينال، الفاي ب 0.85 في الاف يلد اللي هي 2.4 في الاريا جروس اللي احنا لسه جايبينها اللي هي ب 15 و5. طيب جميل، دي هتطلع ب 31.62 طن زي المسألة اللي فاتت. طيب 2 according to fracture، هتيجي تقول لي ايه؟ تقول لي نو 0.7 في اف التيميت اللي هي 3.7 في اليو في اريا جروس مش اريا نت لان ده ويلدد. طيب تعالى نحسب اليو، اليو طبعا هتبقى مختلفة. ليه هتبقى مختلفة؟ تعالى كده اقول لك، واحد ناقص الاكس بار بكام؟ هي نفس الانجل 90 في 90 في 9، فانت الاي عندك ما اختلفتش اللي هي كانت بكام؟ اللي هي كانت ب 2.54.
طيب ال ده احنا اتفقنا ان هو طول اللحام، فانت اللحام عندك خلي بالك لو الانجل عندك كانت كده وانت اللحام كان عندك كده مثلا وكده، فانت هتاخد الاكبر ما بينهم. طيب انما انت ما عندكش الكيس ده، انت عندك اللحمين قد بعض، وقال لك ان هو ب 150 مللي يعني 15 سنتي، فانت الكلام بيطلعك ان هو 0.83 اقل من 0.9، فتقدر تاخده خلاص. فانت عندك ده بالرقم ده. طيب الاريا نت في الحالة دي بتساوي الاريا جروس، لان هو زي ما اتفقنا ملحوم، هيطلع معاك ب 33.32 طن. مين الاصغر فيهم؟ طبعا هو اليلدنج، بقى هو ده الكاباسيتي بتاعت القطاع. طيب المثال التاني بيقول لك احسب لي المينيمم نت اريا، او زي ما قال لك كده هو عايز الكريتيكال نت اريا. يعني ايه الكريتيكال نت اريا؟ دلوقتي انت الاتنين يو بي ان اللي في ظهر بعض اللي ما بينهم جاست بليت دول، لو جيت شدتهم بقوة محورية بالشكل ده، ايه شكل الانهيارات اللي ممكن تحصل؟ قلنا يا ييلدينج يا فراكتشر. طيب الجزء اللي هو مدولك ده اكيد هو بيخاطب بيه الفراكتشر، وسبيشالي ان هو قال لك في راس السؤال ان هو عايز النت اريا، فالنت اريا اكيد مش بيحصل غير في الفراكتشر. طيب الفراكتشر ممكن يحصل فين؟ ممكن ان هو يحصل في الجزء ده عند فتحات المسامير دي، فده اول شكل. ممكن يحصل عند المسمار ده، فده تاني شكل. ممكن الشكل يبقى عامل كده، فده يبقى تالت شكل. ممكن كمان ان هو يبقى عامل كده ويبقى ده رابع شكل. طيب ماشي، فهو عايز النت اريا، الكريتيكال نت اريا. الكريتيكال نت اريا هي اقل اريا فيهم هتسبب الفراكشر ده. طيب فاحنا مبدئيا كده عايزين نعرف ايه الجيفنز اللي معانا في المسألة. كده كده انت مش محتاج الجريد الستيل بتاعك ايه، يعني انت مش محتاجه وهو مش مديهولك. طيب محتاج تعرف كمان الفاي بتاعت المسامير، انا هقولك عليها انها 16 مللي. طيب جميل، وعايز اعرف البروب بتاعت اليو بي ان اللي هو مديها لك. اليو بي ان هي 240. طيب ادي الجدول اهو بتاع اليو بي ان، هتعمل ايه؟ هتخش على ال 240 اهي، هي دي ال 240. انت عايز تجيب ايه؟ انا عايز اجيب الاريا، جبتها، وكمان عايز اجيب السنتريستي او الاي عشان منه هحسب اليو. طيب هو مسميها ايه؟ ناخد بالنا كده، هو مسميها اي واي، هي المسافة من هنا لحد الاكسيس دي بتاعت الواي. طيب فهتلاقي انها اهي. طيب تاخد بالك من ايه؟ تاخد بالك من اليونتس اللي انت بتطلع بيها، يعني الاريا جاية بالسنتي والاي جاية كمان بالسنتي. طيب جميل، فاحنا هنطلع الاريا كمان دلوقتي. تقول الاريا جروس يو بي ان واحدة هتلاقيها ب 42.3 سنتيمتر سكوير، والاي هتلاقيها 2.23 سنتي برضو. عظيم. طيب تعالى بقى نحسب واحدة واحدة كده. طيب أول سيكشن عندك، سيكشن واحد ده، هتيجي تقول لي إيه؟ هتيجي تقول لي أنت عايز الأريا نت. الأريا نت زي ما أنت عارف هي أريا جروس ناقص شوية حاجات. طيب الأريا جروس كانت بكام؟ كانت ب 42.3 ناقص. فأول سيكشن عندك ده، عندك آدي مسمار وآدي التاني، فأنت عندك فتحتين مسامير في الفاي بتاعت المسمار. الفاي خلي بالك إنها بالملي، وأنت معوض عن الأريا بالسنتي، فهتحول يا دي يا دي، خلاص أنت كتبت دي بالسنتي، فهتبقى دي 1.6 ناقص، سوري، زائد التولرانس اللي احنا قلنا عليه 0.2 في التي. خلي بالك
انا كمان عايز اقول لك على التريك دي، ان هو لو اداك التي جاست بليت وقال لك مثلا ان هي والله بعشرة ملي، فانت ما تروحش تعوض بيها في القانون ده. ليه؟ لان انت بتحسب الفراكشر اللي جاي على الانجل، بتحسب الفراكشر اللي جاي على اليو بي ان، بتحسب الفراكشر اللي جاي على الممبر نفسه. انت دلوقتي مش بتخاطب الجاست بليت. طيب جميل، فانت عايز انهي ثيكنس؟ انت عايز ثيكنس الحاجه اللي انت بتحسب لها الفراكشر، اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعه اليو بي ان. فتكتشف ان انت في الحقيقه محتاج تروح تجيب التخنه، هو مسميها اس، او تروح رايح مدور كده تشوف اس دي فين. ادي اس، هتلاقيها اهو بتسعة ونص. تاخد بالك ان اليونت بتاعتها بالملي، فهاجي اقول لك ان تخانة الويب ب 0.95 سنتيمتر. طيب نرجع ونقول التخانة بكام؟ التخانة 0.95، بس كده مفيش اي حاجة تاني. كل الكلام ده هيتضرب في اتنين. ليه في اتنين؟ لان هما اتنين يو بي ان، فاللي ينطبق على واحدة فيهم هينطبق على التانية. الكلام ده يطلع معاك 77.76 سنتيمتر مربع. طيب سيكشن اتنين، انت عايز تروح تحسب الاريانت اتنين، وهنسمي دي اريانت واحد. طيب اريانت اتنين برضو هي الاريا جروس اللي هي 42.3 ناقص. انت عندك كام فتحة؟ عندك ادي فتحة واحدة بس. جميل، واحد. الفايب بوينت 1.6 زائد التوليرانس في السكنس، الكلام ده كله مضروب في اتنين، يطلع معاك الاريا دي ب 84.47 سنتيمتر مربع. طيب سيكشن تلاتة، تيجي تبص فيه كام فتحة مسمار، هتلاقي، نركز بقى مع بعض في ده، انت عندك ادي فتحة وادي التانية وادي التالتة، فانت عندك تلات فتحات مسامير. نكتب بس الاول الاريا 42.3 ناقص كام فتحة؟ تلاتة. الفايب 1.6 زائد التوليرانس في 0.95 زائد، لو تفتكر كنا بنقول زائد ايه؟ زائد عدد الخطوط المايلة اللي انت عملتها. عدد الخطوط المايلة كام؟ ادي واحد وادي التاني، فانت عندك الفراكشر كان ماشي كده وبعد كده بقى مايل ومايل تاني ومشي كده، فانت عندك كام خط مايل؟ عندك اتنين. فتيجي تكتب كده اتنين في، القانون كان بيقول لك اس تربيع في تي على 4 جي. لو نفتكر الاس دي كانت المسافة ما بين المسامير على الهوريزونتال بروجكشن، والجي كانت المسافة على الفيرتيكال بروجكشن. يعني دي كانت الاس، سوري، دي كانت الجي ودي كانت الاس. طيب عظيم، تعالى بقى نطبق. قال لك اس تربيع، اس بكام اصلا الاول؟ هو مديها لك اهو بتمانية، 8 سنتي، هو مكتبها لك على طول بالسنتي، يبقى 8 تربيع. في برضو سكنس الحاجة المربوطة، طيب على 4 في جي بكام؟ هو اديها لك اهو ب6 سنتي، مسافة ما بين، خلي بالك، ما بين مسمارين متتاليين. يعني ما تجيش تقول لي مسافة ما بين المسمار ده والمسمار ده بما انهم هما الاتنين على نفس اللاين، لا. تمام، فتيجي تقول لي بكام الجي؟ ب6، وتروح قافل كل ده وقايل ان هو في 2، لان هما تاني هما 2 يو بي ان. طيب الكلام ده هيطلع ب82.83 سنتيمتر مربع. طيب السكشن الاخير هو سكشن 4، هتيجي تقول لي اريانات 4 ايكوال ايه؟ فين اريانات 4 دي؟ تعالى كده، الشكل بتاعك كان عامل ازاي؟ احنا قلنا الشكل بتاعه كان هيبقى مسمار كده
مسمار كده ومسمار كده، شكل الفراكشر بتاعه بعمل ازاي، يبقى كده وماشي كده وماشي كده. تعال احسب معايا كده كام مسمار، 3، يبقى تقول لي ناقص 3 زائد كام خط مايل، ادي اول خط وادي تاني خط، يبقى زائد 2. ده كان زي انهي واحد بالظبط؟ ده كان زي سكشن 2. دلوقتي يرجع لك انت الاختيار، اختيار في ايه؟ في انك تقول انهي فيهم المينيمم نت اريا او الكريتيكال نت اريا، هتبقى طبعا الاصغر فيهم. كانت ايه الاصغر فيهم؟ بتاعت سيكشن 1. خلاص انت كده اخترتها. طيب يكمل يقول لك السؤال ان هو عايز تحسب الافكتيف نت اريا للتنشن ممبر ده. الافكتيف نت اريا كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن نيو اريا نت، مظبوط كده. طيب انت خلاص بقى عندك الترم التاني ده اللي هو 77.76، طيب بكام اليو؟ هتروح تحسبها، 1 ناقص اكس بار على ال، بكام الاكس بار؟ انت المفروض تكون حاسبه زي ما جبناه كده من الجدول في الاول، اللي هو ده اللي هو 2.23، 2.23. طيب ال ال بكام؟ ال ال دي المسافة من اول مسمار لحد اخر مسمار، اللي هي يعني من هنا لحد الاخر خالص. طيب المسافة بتاعت المسمار الواحد كانت بكام؟ كانت ب8. في كام ديستانس ما بينهم؟ ادي 1 2 3 4، يبقى 4 في 8. طيب اطلع معاك اليو في الحالة دي 0.93، ما ينفعش تعدي ال 0.9 لان ده هو الماكسيموم فاليو. يبقى ساعتها انت هتاخد الاريا نت افكتيف بكام؟ اليو 0.9، لان اتفقنا ان هو ما ينفعش يعديه، 77.76، يطلع معاك ب69.984، او تقريبا يعني لو انت عايز تاخدها خدها ب70. طيب المثال التالت بيقول لك احسب التنسايل سترينث لل HEB 400 اللي قدامك ده، لما هو متصل بمسمارين قطرهم 20 ملي في كل فلانج، زي ما انت شايف كده ان هو مسمار التاني ومسمار التاني في كل فلانج. طيب كمل وقال لك افرض ان اتليست انت عندك 3 مسامير في كل لاين فيهم ما بينهم 5 سنتي. يعني ايه؟ يعني انت عندك ادي الفلانج اهي، يعني نرسم حاجة كده سريعة، ادي الفلانج اهي، فانت عندك ادي مسمار والتاني، اللي قالك عندك 2 في الفلانج الواحدة، وقالك عندك على الأقل 3 مسامير في اللاين الواحد. يعني في اللاين الواحد كانت عندك على الاقل دي مسمار والتاني والتالت، المسافة ما بين كل واحد والتاني 5 سنتي. يعني من الاخر كده لو انت عايز تيجي ترسم شكل الكونكشن دي من الجنب، هتلاقيه عامل كده، وانت عندك البليت عاملة كده. وادي مسمار تاني والتالت، مسمار والتاني والتالت. طيب جميل، بيقول لك والبولز كمان مش استجرد، يعني هو مديك مسقط فيهم انت مش عارف في البلان عاملين ازاي. يعني انت ممكن تيجي تبص في البلان كمان تلاقيهم عاملين كده مسمار والتاني والتالت، فانت ما تعرفش. يعني عشان ما تقدرش تعرف شكل الفراكشر عامل كده ولا عامل كده، عشان ما يسيبكش انك تحسب الحسابين، عشان هو لو ما قالكش يبقى انت المفروض تحسب الحسابين، لان انت ما تعرفش هو الفراكشر عامل كده ولا عامل كده. كمان كمل وداك الستيل جريد ان هو ب37، اللي هو الاف يلد بتاعه 2.4، اف التمت ب3.7. خلي بالك ان في ناس بتعتبر ساعات ان الاف التمت ب3.6. طيب جميل، هو عايز من الاخر يحسب الكاباسيتي بتاعت ال HEB دي. ادي الجدول اهو بتاع القطاع، خليه معاك، شوف انت محتاج منه ايه وخليه جنبك، يعني شوف انت محتاج منه ايه وطلعه.
يعني مش لازم يبقى عندك معرفة مسبقة انت هتطلع من الجدول بإيه. طيب جميل، تعالى بقى نحسب كده واحدة واحدة الـ capacity of member، اللي هي بتيجي أول حاجة من الـ yielding، هتقول ايه بقى؟ هتقول B ultimate 1 equal 0.85. خلي بالك هو كان الفاي في الـ B nominal، فاي كانت 0.85، في الـ F yield في الـ area gross، يبقى الـ F yield بكام؟ ب2.4، والـ area gross بكام؟ اه، فانت المفروض تروح تحسبها او تروح تجيبها من الجدول. هتقول ان هو HEB 400، فهتهت الجدول في 400 دي. طيب انت عايز الاريا، ادي الاريا، فيدخل تشوف بكام؟ ب168. يبقى الاريا جروس ب198، سوري، ادي 198، يطلع معاك ب403.92 طن. تاني حاجة، وهي دي اللي فيها شغل في الحقيقة، انت عايز اللي هيجي due to fracture. طيب فاي بتاعتها 0.7 في اف ultimate فيو في area gross. طيب area gross ده لو كان ويلد، area net ده لو كان بولتد، وفي الحالة دي بولتد اللي انت عايز area net. طيب اف ultimate بكام؟ 3.7 في اليو. اليو في الحقيقة في المسألة دي هي المشكلة، هتقول انها 1-x بار على ال، يعني 1-x بار. بكام اكس بار في المسألة دي؟ الاول انت محتاج تفهم الكونسبت او تفتكر الكونسبت كان عامل ازاي. احنا قلنا ان الاجهاد او اللودز جوه البيمز بتبقى عاملة كده، بتبقى ماشية يونيفورم، وبعدين يعني انت لو جيت خدت قطاع ورا كده هتلاقي ان اليونيفورم هو يونيفورم ستريس، بس على ما بيجي يدخل الكونكشن او المسامير يبدأ يشوفها. لو انت جيت زي ما قلنا كده في الشرح، ان انت لو قسمت الاي بيم ده نصين او السكشن ده نصين، واتفقنا مع بعض ان النقطة اللي هنا دي لو عايزه تروح تنتقل لاقرب فلانج بالنسبه لها عشان تنقل الحمل اللي عليها، فهتقرب لانهي فلانج؟ رقم واحد دي ولا رقم اتنين؟ لا، هتروح تجري على رقم واحد. طيب بالنسبه للفلانج دي برضه هتقرب لرقم واحد. طب دي ودي 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 كلهم هيجروا على رقم واحد، فهتلاقي الستريسز اللي في النص اللي فوق راحت جريت على الفلانج القريبه ليها. طيب بالنسبه اللي تحت، اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا، كلهم هينتقلوا على الفلانج التانيه، فتلاقي ان شكل الاستريس اصلا بقى عامل كده، ان كلهم اللي فوق هيروحوا يتنقلوا اللي فوق، واللي تحت برضو كذلك هيروحوا يتنقلوا للي تحت. طيب جميل، فتكتشف ان انت عندك الاستريس بيعامل البيم على انه كأنه شايف نصها. يعني ايه؟ يعني بيعامل الاي سيكشن، لا او مش بيعامل يعني الاتش سيكشن ان هو كامل، لا بيعامل نصه. فبالنسبه له هو السنتريستي بتاعته اللي بيتعامل معاها هو الجزء ده. اللي هو بالظبط ده. هو ده بالنسبة له الاكس بار. طيب انت ده مش شكل معروف من الجداول، المفروض يبقى عندك الاي بتاعته او الاكس بار بتاعته، فانت لا، ده انت المفروض تروح تحسبه. فعشان تروح تحسبه لازم تروح تجيب الدايمنشنز بتاعت القطاع اللي عندك. ده شكل القطاع اللي عندك، انت المفروض تبقى عارف البي وعارف الاتش كويس، وعارف كمان الثيكنس، انت عايز الاس وعايز التي. طيب جميل، واحدة واحدة كده بقى، البي بكام؟ ادي البي اهي، البي ب300، فانت عندك ده
300، وعندك ال H بكام؟ عندك ال H ب400، فانت عندك المسافة دي كلها كده ب400. طيب ال S بكام؟ ال S هتلاقيها ب13.5، اللي هي المسافة دي. هداك ال dimensions دي كلها ان ملي. طيب وعايز ايه كمان؟ وعايز ال T اللي هي ب24، يعني ده ب24. طيب فتروح تحط ال dimensions دي هنا، تلاقي ده بكام؟ زي ما احنا طلعنا كده ب300، يعني ب30 سنتي. والثيكنس ده بكام؟ كام؟ ب13.5، يعني 1.35. وبكام ده كمان؟ كام؟ ب24، يعني 2.4. المسافة دي بكام؟ بص هو كله على بعضه من هنا لهنا كام؟ ب400. طيب 400 ناقص 2 من ال24 على الاتنين، يعني هتقول 400 ناقص 24 في 2، كده انت جبت المسافة دي. انت عايز بقى نصها، تقول الكلام ده كله على 2، هيطلع معاك 17.6. هتروح تاخد ديتم في حتة وتحسب الاكسبار عادي. طيب مثلا انا هاخد الديتم هنا، لو خدت الديتم هنا انت محتاج تطرح تاني المسافة الكلية دي من اللي انت هتجيبه، لان انت اعتبرت ان الاكسبار بتاعك هو اللي تحت. فأي حاجة as you like. طيب تعال ناخد الديتم تحت زي ما احنا حاسبين كده. هتقول ايه؟ هتقول اكس بار ايكوال المساحة الأولانية اللي هي 17.6 في 1.35 في نص 17.6، يعني اللي هي في 17.6 سكوير اوفر 2، زائد المساحة التانية اللي هي 30 في 2.4 في 17.6 زائد نص المساحة التانية اللي هي 2.4 على 2، تطلع ب18.8 على مجموع المساحات اللي هي 17.6 في 1.35 زائد 30 في 2.4، يطلع معاك ب16.32. مش ده الاكس بار في الحقيقة بتاعك؟ يبقى مش هنسمي ده اكس بار بقى، سميه اكس بار واحد مثلا او اكس بار داش، عشان الاكس بار بتاعك اللي هو اللي فوق. هتقول ايه؟ هتقول هو 17.6 زائد 2.4 ناقص الاكس بار داش ده، يطلع معاك 3.68. هو ده الاكس بار بتاعك. تعال بقى نحطه هنا 3.68، على ال احنا اتفقنا خلاص ان هما التلات مسامير المسافة الواحدة بينهم ب5، فانت عندك ال اللي بقى ب10 سنتي. الكلام ده يطلع معاك ب0.632، طبعا اصغر من 0.9، يبقى 0.632 في الاريا نت اللي هي الاريا جروس. بكام الاريا جروس؟ احنا قلنا ب198 ناقص انت عندك كام مسمار ممكن يتقطع لو الفراكشر جه كده. سوري، لو الفراكشر تشد كده وتشد كده، الفراكشر هيبقى عايز يعمل ايه؟ هيبقى عايز يقطع اول خط من المسامير عمودي على اتجاه التحميل. في السكشن ده هو شاف كام مسمار؟ شاف 4، فانت هتروح جاي هنا قايل له ناقص 4، فاي المسمار كان ب20، يعني 2 زائد التوليرانس في التخانه. التخانه بكام؟ هو مربوط في اللي فوق، مربوط هنا ومربوط هنا ومربوط هنا وهنا، يعني بكام؟ ب24 ملي، يعني 2.4
تعالى نضربه في اتنين، لا هو قطاع واحد، يطلع معاك ب176.88 سنتيمتر مربع، وهو ده اللي هتطلع تكتبه فوق. يطلع معاك الكلام ده ب298.53 طن. في الحالة دي انت عرفت الكباستي خلاص، الكباستي هي الرقم الأصغر ما بينهم وهو اللي جاي من الفراكشر. طيب بيقول لك اعمل لي ديزاين للماركت ممبرز اللي قدامك دي، اللي هو ممبر واحد واتنين. طيب تعال نقراهم واحدة واحدة، تعال نخش عليهم ممبر ممبر. فانت الممبر الاولاني اللي عندك ممبر واحد ده بيقول لك ايه عنه؟ بيقول لك ان احنا والله عندك البولتس المستخدمة قطرها 16 ملي، الجاس بليت كمان 10 ملي، ستيل 37، الاف التيمت بتاعته ب48 طن. طيب انت عايز تروح تعمل ديزاين للسكشن، فانت عايز تروح تعمل تشويس للسكشن، فهنقول ايه؟ هنقول ان انت عايز تعمل تشويس اوف سكشن. طيب اول حاجة لما تيجي تعمل تشويس اوف سكشنز، فانت لازم تجيبه من كونديشنز. فانت اول كونديشن عندك تستخدمه هو الستريس كونديشن. طيب فهتروح تقول ايه اول حاجة؟ اول حاجة from yielding، هتروح تقول ايه؟ هتروح تقول والله واحدة واحدة البي ultimate بتساوي الفاي بي نومينال، يعني البي ultimate equal فاي في حالة yielding ب 0.85، في الاف yield في الاريا جروس. ترجع تسأل نفسك واحدة واحدة تاني، هو أصلا الممبر اللي في اللور كورد ده كان بيبقى ايه؟ اللي كان بيبقى دايما في اللور كورد كان بيبقى دبل انجل باك تو باك، واللي كان بيبقى في الابر كورد هو برضو دبل انجل باك تو باك. طيب واللي كان بيبقى في الدياجونال كان بيبقى سنجل انجل، اللي كان بيبقى في الفيرتيكال كان بيبقى سنجل انجل في حالة لو ما فيش لونجيتودينال بريسنج وراه، وكان بيبقى دبل انجل ستار شيب في حالة لو فيه لونجيتودينال بريسنج وراه. طيب جميل، فانت من الاخر بتقيم ورا ان هو دبل انجل باك تو باك. نكمل. طيب قال لك دلوقتي انا عايز الاريا جروس واحد ايكوال ايه؟ هتبقى ايكوال البي التيمت بتاعتك، البي التيمت بكام؟ البي التيمت كانت ب48 على الفاي اللي هي 0.85 في الاف فيلد اللي هي 2.4 على 2 ليه؟ عشان هما انت بتجيب مساحة، انت كده بتجيب مساحة الدبل انجل على بعضها، عشان تدخل في القطاعات انت هتجيب اريا الواحد فيهم بس، فانت عشان كده بتضرب في 2. طيب فانت اول اريا طلعت معاك بكام؟ طلعت ب11.76 سنتي مربع. طيب تاني حاجة هتقول لي from fracture، طيب فكان ايه الكلام تاني؟ كان بي ultimate equal 5 بي nominal اللي هو 0.7 اف ultimate فيو في اريا دي بولت دي بقى اريا نت. طيب يبقى انت عايز، مش هنقول اريا نت ليه مش هنقول اريا نت؟ هنقول اريا جروس. ليه؟ عشان انت بتروح بتجيب من القطاعات اريا جروس مش بتجيب اريا نت، فهنستخدم الحاجة بتاعت الكود اللي قال لك ان اريا جروس لازم، سوري اريا نت
لازم ما تقلش عن، لازم تبقى اقل من او تساوي 0.85 من الاريا جروس. فاحنا هنشغل اليساوي دي وناخد ان الاريا نت ايكوال 0.85 في الاريا جروس. طيب فانت عايز الاريا جروس التانية كام؟ الاف التيمت او البي التيمت كام؟ ب 48 على 0.7. الاف التيمت بكام؟ ب 3.7. اليو، طيب في الحقيقة عشان انت ما عندكش اي تفاصيل عن الانجل، فهتروح تجيب من الجدول بتاع الكود وتخش على طول على رقم 5 اللي احنا قلنا ان دي هنستخدمها ال all sections او all angles configurations، وتروح على طول على الكونديشن. انت تقول ان الكونديشن عندك ايه، يعني اكبر من ولا اصغر من، اصغر من 4 مسامير ولا اكبر من او يساوي 4 مسامير. هو طالما مش مدالك انت تفرضها، طيب انا هفرضها انها اكبر من 4 مسامير، فانت هتروح على طول عن ان اليو عندك بتساوي 0.8. تروح كده تقول ان اليو ايكوال 0.8 في ايه ال 0.85 بتاعت الاريا جروس اللي احنا اتفقنا عليها في 2، عشان خاطر ده انجل واحدة مش 2 انجلز، فيطلع معاك ده ب 13.62 سنتيمتر. فانت المفروض تعمل ايه؟ هتروح تختار الاريا الاكبر فيهم. انت عندك الاريا الاولانية طلعت لك انها ب 11، الاريا التانية طلعت لك ب 13 وشوية، فانت المفروض تروح على جدول القطاعات. هتشوف ايه؟ هتروح داخل على الاريا تاني، عشان نفتكر احنا الجدول بتاعنا بيبدأ من تحت ده، يعني ده وانت نازل. حاجة كمان، الجدول بتاعنا بيتعامل دايما مع اول تخانة، يعني دول ملغيين وانت بتتعامل مع اول تخانة، دول ملغيين وانت بتتعامل مع اول تخانة، وهكذا. طيب اكبر اريا عندك طلع ب 13 وكام؟ 13.6. 13.6. طيب فانت يهمك اوي الخانة دي دلوقتي. طيب فانت عايز حاجة 13.6 او اعلى. طيب فتيجي تبص كده هتلاقيهم 4 و3، هتلاقي 5 وشوية، هتلاقي 6 وشوية، هتلاقي 8 وشوية. فانت مش في الجدول ده، انت في الجدول اللي تحت تاني، انت عايز 13.6 او اعلى. فانت عندك ده برضو مش هتلاقيه بينفع، ولا 10 ولا 12. فيبدأ كأول كلامك من 90 في 90 في 9. فانت دلوقتي هتيوز 90 في 90 في 9. محتاج تجيب له ايه؟ محتاج تجيب له الاريا جروس بتاعته اللي هي ب 15.5 سنتي. محتاج اجيب له الاي بتاعته اللي هي ب 2.54. محتاج اجيب الار اكس اللي هي الار واي بكام. لو جيت كده تبص هتلاقي انها ب 2.74، طبعا كلهم بالسنتي. هتقول له يوز الانجل 90 في 90 في 9، ان دي البروب بتاعتها. طيب جميل، تعالى بقى نروح نعمل التشيكس بتاعتنا. خلي بالك ان انت لازم تروح تتشيك كونديشن الكونستراكشن كونديشن، يعني ايه؟ بس هتلاقيها في كل الحالات، يعني ثبت ساتسفاي، يعني تاني كونديشن هتروح تجيب من خلالها تقول له فور construction condition اللي هي ايه؟ انت عندك ده bolted مش welded، فانت عايز المينيموم انجل بتاعتك تبقى 33، الفاي انت الفاي اللي احنا مستخدمينها بكام؟ قالك ب 16، يعني 33 16 يطلع ب 52
0.8 ملي. انت مطلع اصلا الليج ب90، فانت خلاص اكبر منها بكتير، فانت بتساتسفاي الحوار ده. طيب تعالى بقى نعمل اللي تشيك بتاعنا. ايه اللي تشيك بتاعك؟ اول حاجة هتروح تتشيك على الستريسز. فاول حاجة بتتشيك عليها هي اليلدنج، هتروح تقول ايه؟ هتروح تقول ان البي نومينال واحد اللي هي 0.85، في الاف يلد اللي هي ب2.4، في الاريا جروس اللي انت لسه جايبها من الجداول دلوقتي اللي هي ب15، وخمسة في اتنين لانها تو انجلز، انت جايب اريا بتاعت انجل واحد، هيطلع معاك ب63.24 طن. ده طبعا اكبر من اللي عليه اللي هو 48 طن. تاني حاجة تروح تجيبها هو الفراكتشر، فهتقول ايه؟ البي نومينال 2.7 في 3.7، في اليو كانت بكام؟ اليو كانت ب0.8، في هتروح تقول لي اريا نت، اريا نت كانت بكام؟ الاريا جروس اللي هي كانت ب15.5 ناقص. ما تجيش تقول لي ان هم 4 مسامير، ليه؟ لان تاني انت عندك الانجل اهي، احنا قلنا ان هم ادي مسمار، التاني التالت الرابع، مثلا لو قلنا اكبر من 4 اهم، وانت جاي بتشد، الفراكشر عايز يحصل فين؟ الفراكشر عايز يحصل في واحد فيهم مش في الـ4. طيب فانت تقول في واحد في الفايب ب16 يعني 1.6 زائد التوليرانس 0.2 في تخانة المسمار، تخانة سوري تخانة الانجل، قال لك ب9 ملي يعني 0.9، الكلام ده كله في 2 لان هما 2 انجلز. طيب يعني الكلام ده كله ب27.76 سنتي. طيب هتروح رايح معوض تاني هنا اللي هو 27.76، فانت كده جبت الفاي ultimate في اليو في الاريا نت، تقدر دلوقتي تحسب هيطلع معاك ب57.52 طن طبعا، وده اكبر من 48 اللي على القطاع، فهو كده سيف فراكشر وسيف ييلدنج. طيب تاني حاجة هتروح تتشيك منها وهي السلندرنس ريكويرمنت. انت عايز ال ان ال بي ان على ار اكس. طيب ال بي ان بكام؟ تروح تشوف كده، ادي الممبر عندك اهو، فال بي ان اللي هو ايه؟ اللي هو المسافة دي اللي اعمل فيها باكلينج ان فوق وتحت، اللي هي بقد ايه؟ ب2. الايه في المسألة دي؟ ب2، او هو مش لازم يديلك واجبالك مع الرسم، فانت ان عندك ب2. طيب اوت، لو تفتكر كان الاوت كان بيبقى ديبند على الاوت في اللور كورد، بيبقى ديبند على المسافات ما بين اللونجيتودينال بريسنج وبعضه، فانت اللونجيتودينال بريسنج عندك ادي اول واحد فيه وادي اخر واحد، فانت عندك اما يعوز اللور كورد ده كله يعمل باكلينج اوت هتلاقيه بيعمل باكلينج اوت في المسافة دي كلها، اللي هي بكام؟ اللي هي ب8. فانت ال بي ان عندك كانت ب2 متر، وال بي اوت عندك كانت ب8 متر. تاخد ده تنزل بيه تحت تقول له ده اللي انا طلعته. ال بي ان بكام؟ ب2 متر، يعني بكام سنتي؟ يعني ب200 سنتي. ار اكس بكام؟ انت لسه جايبها في البروب بتاعت القطع اللي هي دي، طلعت بكام؟ 2.7
أربعة، 2.74، هيطلع معاك ب72.99، وده أقل من 300، فهو سيف. طيب ال out أو سوري ال lambda out هيبقى ال v out على r y equal كام بقى؟ ال v out بالتمانية متر، يعني بكام متر؟ كام سنتي؟ بتمانية، 800 سنتي. طيب ال r y بكام؟ ال r y دي احنا قلنا حسابها قبل كده، قلنا ال r y لل 2 angle هي روت ايه؟ اي و ار واي لانجل واحده سكويرت زائد اي زائد تي جاست بليت على الاتنين، كل الكلام ده سكويرت، وقلنا الاسباب بتاعها في الشرح. ايكوال ايه بقى؟ الار واي كانت بكام؟ الار واي هتلاقيها 2.74 سكويرت زائد الاي اللي احنا لسه جايبينها من شويه، اللي هي 2.54 زائد تي جاس بليت، هو كان مديهولك بعشرة سنتي بعشرة ملي، يعني بواحد سنتي على الاتنين، الكلام ده كله تربيع، فهيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك ب4.09 سنتي. يبقى تعالى هنا تاني، 4.09 ده يطلع معاك ب195.6، أقل من 300، وده سيف. آخر كونديشن، وهو الديفليكشن. آخر حاجة أنت محتاج تشوف هي سيف ولا لا، الديفليكشن اللي هي ال اوفر دي لازم يبقى اقل من او يساوي 60، اللي ده اللي هو الهوريزونتال بروجكشن زي ما قلنا كان ب200 سنتي على الدي الانجل عندك اهي، دي كلها ب90 متر يعني ب9 سنتي، يعني ده هيبقى 22.22 واقل من 60، وده سيف. منين كمان تعرف ان هو بولتد كونكشن؟ مش عشان خاطر هو اداك فايل للبولت وخلاص، لا، عشان خاطر هو مش مديك ده ان هو عيره، يعني مش قالك ده ان هو فيلد كونكشن بس كده خلاص لاجل ان انت تعرف، لا، فيلد كونكشن يعني كونكشن هتتركب في الموقع. ما ده الفكره في كده، يعني هو من الاخر مش انجل كده والفيرتيكال جاي عليها كده، وادي الانجل سوري وادي الدياجونال وخلاص، يعني دي مش مكمله حته واحده، ده اللي هو قصده عليه فيلد كونكشن، انها هتيجي هيركبها في الموقع. يعني ايه؟ يعني لا، ده هيجي كده وواقف وهي كده واقف، وادي الجاس بليت هيبقى عامل كده، بالظبط كده هيبقى هو ده شكل التركيب، ان هو عامل كده والجاس بليت هي مثلا عامله كده وعامله كده، يعني معنى كده معنى كلامه ان هنا في مسامير وهنا كمان في مسامير وهو متربط بيهم، فمعنى كده انك تعرف ان هو بولتد من هنا. طب لو ما كانش شاور على فيلد كونكشن او الممبر بتاعه ما كانش جاي فيلد كونكشن، كنت تعرف ان هو ويلدد. زي ايه؟ زي الممبر التاني اللي هو قايلك عليه ده ان هو ويلد كونكشن وهو كمان مش فيلد كونكشن. طيب اداك الاف التيميت بتاعته اللي هو ب4.5، واداك التي جاس بليت اللي هي ب10، انت بتايم انجل شكلها عامل ازاي؟ بتايم سنجل انجل عشان خاطر ده دياجونال. طيب جميل، فانت في الممبر التاني ده هتقول ايه؟ انت برضو عايز تشويس ف
اول حاجه هتجيب منها from stress condition. فهتقول ايه؟ هتقول اول حاجه من اليلدنج، يعني الاريا جروس واحد الانجل واحده هتساوي ايه؟ البي التيمت اللي هي باربعه ونص على 0.85 في الاف يلد اللي هي باتنين واربعه، مش هتضرب في اتنين لان انت بتقيم اصلا انجل واحده. ده هيطلع معاك ب2.206. تاني حاجة بتجيب منها هي الفراكتشر، هتقول اريا جروس اتنين هي البي التمت اللي هي باربعة ونص على 0.7 في الاف التمت اللي هي بتلاتة وسبعة في اليو. لو انت مش معاك تفاصيل تاني عن الكونكشن، بتروح رايح على الجدول بتاع الكود اللي هو قالك all angle sections configurations. انت تخش هنا هتجيب اليو بتاعتك اللي هي 0.85، فانت هتروح جاي هنا وقايل له 0.85 بس كده، يطلع معاك الاريا 2.044 سنتيمتر. طيب انت بتختار الاكبر ما بينهم، يعني انت بتختار الاكبر ما بين ده وما بين ده اللي تروح تدخل بيه في الجداول، فطبعا ده الاكبر ما بينهم، مش تفرق كتير، اتنين واتنين. طيب اتنين واتنين ده غالبا مش هيجيبك اقل من اقل واحد اللي هو ده اللي هو 45 × 45 × 5 اللي هو الاريا بتاعته باربعة وتلاتة. طيب في كمان كونديشن او حاجة بنختار بيها يعني اللي هو الكونستراكشن كونديشن. ده ويلدد كونكشن، فانت عارف ان المينيموم انجل في الحالة دي هتقول لي عليها انها 45 × 45 × 5، وهي دي فعلا الانجل اللي احنا رحنا اخترناها. هتقول له use 45 × 45 × 5 اللي هي الاريا بتاعته كام؟ كام بص الاريا بتاعته باربعة وتلاتة وهتلاقي الاي بتاعته 1.28. طيب ده سنجل انجل، انت محتاج انهي ار فيهم؟ محتاج اكس ولا واي ولا ار ولا في؟ دي سنجل انجل، فالمينيموم الاي مينيموم بتاعتها فين؟ ده محور واي وده محور في. الاي مينيموم بتاعته في حوالين ايه؟ الاي مينيموم بتاعته حوالين محور في، فانت محتاج تروح تجيب الار في. فهتلاقي ان الار في بتاعته كام؟ هتلاقي 0.87 سنتي. طيب تعال بقى نروح نشوف التشيكس اللي عليه. طيب اول تشيك عليه وهو due to stress، اول حاجة هتقول لي اللي جاي من اليلدنج اللي هو B1 0.85 في اف يلد اللي هي 2 و4 في اريا جروس اللي هي 4 و3، ده يطلع معاك ب8.77 طن، وده اكبر من 4.5 فهو سيف due to yielding. طيب تاني حاجة اللي جاي من الفراكتشر الفاي بتاعته 0.7 اف التم ب3 و7 اليو ب0.85 عشان انت مش عندك تفاصيل. الاريا نت هي الاريا جروس لان ده ويلدد، فهتلاقيه باربعة وتلاتة.
عشان اضرب في 2 لانها انجل واحدة، يطلع معاك ب9.47 طن، اكبر من 4.5، فهو برضو سيف. تاني حاجة تروح تتشيك عليها وهي السلندرنس كونديشن، هتقول لي دي لاند اوت اكيد، لان ده انجل، لان ده سنجل انجل بالشكل ده، فالسنجل انجل عشان انا اعتبره ان هو ان او باكلينج ان، ان هو هيبقى بيعمل باكلينج حوالين المحور ده، فعشان خاطر كده انا اقول لك ان هو انا عايز الار اكس، انما اصلا المحاور بتاعته هي ايه؟ هي المحور بتاع الواي، سوري، محور اليو ومحور الفي. فمعنى كده ان هو ما يحتاج يعمل باكلينج حوالين الواي او الفي، ففي كل الحالات هو هيبقى اوت. فمعنى كده ان انت تقول باكلينج اوت بتاعته بكام، فانت عايز ال بي اوت بكام. تعالى انت عايز طول الممبر ده، هتروح تجيبه ازاي؟ انت عارف طول ده اللي هو بكام؟ ب2. تعرف تجيب لي طول ده او اعرف اجيبه لك منين؟ طول ده كله كان بكام؟ المفروض كان يتكتب، هتلاقيه ب1.6 متر. طيب جميل، انت عشان خاطر تجيب ده فهتحتاج تقول لي ايه؟ لو احنا مثلا ده هنسميه y1، فانت عشان تجيب y1 ده هتقول ايه؟ هتقول 1.6 زائد اللي هتمشيه في اكس، اللي هو قد ايه؟ انت هتمشي كل المسافة دي، اللي هو عندك ادي 2 4 6 8 10، فانت هتقول 10 على السلوب بتاعه. السلوب بتاع المسألة دي كان مفروض ان هو يبقى 10 لواحد، فانت على السلوب هيبقى 10، فدي كلها راحت بقى 1. يعني الواي 1 بكام؟ الواي 1 ب2.6 متر. فانت اما تيجي تعمل مثلث كده بره وتقول لي ان ده ب2 وده ب2.6، فاحنا محتاجين نعرف مثلا y2 ده بكام، فانت تقول لي y2 يعني سهلة، 2 سكوير 2.6 سكوير، فالy2 دي هتطلع ب3.28 متر. فانت هتيجي تقول لي التالي، على rv 3.28 في 100 عشان تحولها لسنتي، على الار في اللي احنا لسه جايبين اللي هو 0.87، يطلع معاك ب3.77، يعني 377، وده اكبر من 300، فاكبر من 300 ده انصيف، فهتضطر تاخد الانجل اللي بعده. الانجل اللي بعده هتقول له يوز 50 في 50 في 5، هتروح تلاقي 50 في 50 في 5 ده الار في بتاعته ب1.17 سنتي، فتعيد اللي تشيك تاني، تقول ان هو 3.28 على 1.17، ده هيطلع معاه ب280، وده اقل من 300، فهو كده سيف سلندرنس. طيب تالت حاجة عايزين نعمل لها تشيك، وهو تشيك ديفليكشن، هتقول لي ال اوفر دي، ال ال بكام؟ هو عامل كده وهو طوله 3.28، انا مش عايز الطول ده، انا عايز الهوريزونتال بروجكشن اللي هو في كل الحالات ب2، فانت تقول لي 200 على الدي، الدي ده اللي هو الانجل عامله كده، فانت عايز ده خلاص، ما بقاش 45 بقى 50، يعني على 5 فيطلع ب40، ده اقل من 60، فهو سيف. طيب المسألة بعد كده بيقول لك check safety for the market member، اللي هو member واحد اللي هو مش هقول لك عليه تحت ده، فهو عايز تتشيك safety ليه. اللي بيقول لك لما احنا جينا نحسب
او هو مديك يعني الانجل بتاعته اللي هي دبل انجل باك تو باك 80 في 80 في 8، بيقول لك ان خلي بالك انها فيلد كونكشن، ومديك القطر بتاع المسمار اللي مستخدمينه ب16، تي جاس بليت ب10، عدد المسامير ب6، مسافة ما بين المسامير ب5، واف التيمت اللي جاي على القطاع ده ب 48 طن. طيب هتعمل ايه في خطوات اللي تشيك اللي انت عارفها كده كده؟ هتقول لي اول حاجة في اللي تشيك اول حاجة تروح تشيك عليها هو تشيك ستريس. اللي فيه اليلدينج فانت هتروح تشيك اول حاجة يلدينج، ان القطاع اللي هو مديهولك ده بيساتسفاي الستريس، بيساتسفاي السلندرنس، بيساتسفاي الساجنج كونديشن او اللي هو الديفليكشن يعني. طيب هتيجي تقول لي بي واحد نتيجة اليلدنج كام بفاي في بي نومينال، الفاي 0.85 مديك هو الستيل جريد مش مديهولك، فاحنا هنعتبره نوع ستيل 37 تمام. فيبقى في الاف يلد اللي هو ب2.4 في الاريا جروس. الاريا جروس بكام؟ لما تيجي تحسب الاريا جروس هتعمل ايه؟ مش تعمل حاجة، انت تروح تجيبها من الجداول، هو قال لك اصلا انها 80 في 80 في 8، فانت في الجدول ده بالظبط. طيب انت عايز ايه؟ انت عايز الاريا طلع بكام؟ ب 12 و3، فالاريا جروس طلع ب 12 و3 سنتيمتر. يبقى نكمل ونقول في 12 و3. طيب جميل، هتاخد بالك بس ان هو مش في 12 و3 بس، لا ده في 12 و3 في 2. ليه؟ لان هو قال لك في اول المسألة ان هو دبل انجل باك تو باك لو انت تاخد بالك. طيب هتقول ايكوال بيساوي ايه؟ 50.184 طن، ده الكباستي للقطاع لو يلدنج، ده طبعا اكبر من 48 اللي معرضين على القطاع. تاني حاجة جاية على القطاع، او تاني حاجة احنا عايزين نحسب منها الكاباستي للممبر هي الفراكشر. فتقول لي B2 equal A5 اللي هي 0.7، F ultimate اللي هي ب2 سوري اللي هي ب3.7، في اليو في الاريا نت. عشان خاطر تحسب اليو والاريا نت محتاجين نفتكر مع بعض كده كام حاجة. هتيجي تقول لي يو دي بتساوي ايه؟ 1 ناقص x بار على ال، يعني 1 ناقص ايه؟ خلي بالك هو مديك الانجل وقال لك انها بمسامير، ومديك عدد المسامير والمسافات بينهم، يعني الانجل اهي هو قال لك كام مسمار، قال لك ان هما 6. وقال لك المسافة بين كل واحد والتاني اهو مديلك انها ب5، فانت عندك المسافة دي ب5 سنتي. طيب فانت تعرف تروح تجيب ال اللي هي المسافة من اول مسمار لاخر مسمار، المسافة دي. فعدد المسافات قد ايه؟ عدد المسافات هي عدد المسامير ناقص واحد، فانت عندك عدد المسامير 6، فانت عندك بقى 6 ناقص 1 فهي 5، فخمسة في 5 ب5 و20 سنتي، فهي دي ال بتاعتك. الاكس بار هي انت عندك الدبل انجل عامله كده، ف
ادي الانجل اللي في ظهرها، وفي الاخر عندك الجاسيت بليت بينهم. وفي مسمار كمان هنا، فالمسافة بتاعت الاكس بار هي المسافة ما بين السي جي لحد مسافة المسمار اللي هي هتلاقي اسمها اي في الجدول. فتيجي تبص كده هتلاقي ادي اي، هتلاقي ب2.26، يبقى الاي 2.26 2.26، فالكلام ده هيطلع معاك 0.9096. ما ينفعش تعدي 0.9 لان هو الماكسيمم فاليو، فهتاخد اليو ب0.9. طيب فانت عندك خلاص اليو بقت ب0.9. في الاريا، الاريا بكام؟ تعالى كده نحسب ايه مع بعض. الاريا نت هي الاريا جروس بكام؟ الاريا جروس احنا قلنا ب12.3، ناقص مسمار واحد في الفاي هو قال لك ب16 في 1.6 زي 0.2، في التي هو قال لك 80 في 8 في 8، يعني السكنس ب8. كل الكلام ده في انجل وهم 2 انجلز. طيب فيجي معاك الاريا تطلع ب21.72 سنتيمتر مربع، وهي دي الاريا. تطلع بكام تاني؟ 21.72، هيطلع الرقم ده ب50.63 طن. فالكاباسيتي في الفراكشر ب50.6، ده طبعا اكبر من الالتيميت اللي جاي القطاع اللي هو 48، فهو سيف في اليلدينج وسيف في الفراكشر. طيب تاني حاجة هنروح نعمل لها تشيك، وهي السلندرنس. هتروح تقول لي ايه بقى؟ ال بي ان هيساوي لندا بي ان تساوي ال بي ان على ار ان، ده دبل انجل باك تو باك، يعني المحاور بتاعته اكس والمحاور اكس وواي. طيب يعني ان دي بالنسبه له هي اكس. طيب محتاجين نروح نجيب ال بي ان وال بي اوت. نيجي نبص كده هتلاقي ان هو ان عامل كده اللي هو بطول الممبر، فانت هتقول ان ال بي ان هي باتنين متر. طيب وال بي اوت بكام؟ هي المسافة ما بين اللونجيتودنال بريسنج، هتلاقي واحد هنا وهتلاقي واحد هنا، فانت المسافة هي دي كلها اللي هي ب8 متر. فنرجع تاني هتلاقيها ب2 متر على الار اكس. الار اكس بكام؟ لو انت جيت تشوف كده الجدول، ار اكس خلي بالك هي هي الار واي في القطاع الدبل انجل باك تو باك. فتيجي تجيب الار اللي هي دي هتلاقيها ب2.42، 2.42، الكلام ده هيجيب 82.64. طبعا لازم يطلع اصغر من 300، وهو اصغر من 300. لندا بي اوت هي ال بي اوت على الار واي للدبل انجل باك تو باك، فهتقول لي بكام؟ ب800. على حسبناها قبل كده الار واي دبل انجل باك تو باك، هتقول لي هي الار واي لانجل واحده سكوير زائد اي زائد تي جاست بليت على الاتنين، كل الكلام ده سكوير. يعني الار بكام؟ 2.42 سكوير زائد الاي بكام؟ الاي هتلاقيها ب2.26، والتي جاست بليت كان مدالك في راس المسألة ب10 مللي، يعني بواحد سنتي على الاتنين. ففي الحالة دي تعرف تجيب الار اللي هي 3.67 سنتي، فتروح طالع حاططها في المعادلة اللي هي
3.67 اللي هي ايكوال 217.98، وده اقل من 300 فيطلع كمان سيف في الكونديشن دي. تالت تشيك هو تشيك ساجنج او ديفليكشن، بيقول لك ال اوفر دي لازم تطلع اقل من او تساوي 60. ال هو طول الممبر اللي هو ب 2 متر يعني ب 200 سنتي، دي اللي هي المسافة دي اللي هي ب 80 ملي اللي هي 8 سنتي، فده هتلاقيه بيطلع معاك ب 25 وأقل من 60 فهو سيف ديفليكشن. تاني سؤال بيقول لك برضو تشيك سيفتي لممبر 2، ومديك ان هو قالك ان هو سنجل انجل والقطاع بتاعه 60 في 60 في 6، التي جاس بليد ب10، الستيل جريب ب37، الاف التمت اللي عليه ب12 طن. طيب قالك ان هو ويلد كونكشن، وان الويلد لينس كمان ب20 سنتي. تيجي تطلع تشوف ممبر 2 ده فين، ادي ممبر 2 اهو. طيب ده طلع لي منه ال ال بي اوت، ليه مش ال ال بي ان؟ اتفقنا ان ده هيبقى سنجل انجل. سنجل انجل ده يعني محور بتاع الباكلينج بتاعه مش اكس وواي، لا محاور الباكلينج بتاعته اما اليو واما الفي. ففي الحالتين لما يعوز الممبر يعمل يحصل له باكلينج حوالين محور في الاثنين، فده بالنسبه لينا احنا اوت اوف بلان. يعني انت لما تيجي تبص كده، هل الباكلينج هيحصل قدامك تحت او فوق؟ لا، ده هيحصل في اتجاهات تانية انت مش شايفها في الورقه، فبالنسبه ليك هو ده الاوت. طيب اللي بي اوت بكام؟ ما قلناش. انت محتاج تجيب الاطوال، انت عندك الطول ده ب2، هل انت عارف الطول ده بكام؟ لا، فانت مفروض تروح تحسب. هتقول لي ده ب2 متر وده بكام؟ ده ب1.6، عشان خاطر ان انت تجيب الطول ده. فهتقول لي 1.6 زائد اللي همشيه في اكس، انا همشي 2 بانلز يعني همشي 4. هتقول لي 4 على 10 فهتطلع فيها 2 برضو، فده ب2. فانت لو انت عارف يعني تحسبها تطلع 2 جذر 2، فهي دي ال ال بي اوت. طيب فتنزل تعالى بقى نعمل التشيكس بتاعتنا. اول تشيك عندك بتاع الاسترس اللي هو في اليلدنج، فانت تيجي تقول لي بي واحد بكام؟ بفاي اللي هو 0.85 في اف يلد، هو مديك الستيل جريد ب37 في اريا جروس. اريا جروس للقطاع 60 في 60 في 6، تطلع تجيبه تلاقي انت في البكية دي، والاريا اهي يبقى 6.91. هل هتضربها في 2؟ لأ، هتضربها في 1 لان دي انجل واحدة، فتطلع معاك ب14.09 طن، ودي اكبر من ال 12 طن اللي هو مديهالك، فانت سيف فيلدنج. طيب تاني حاجة هتتشيك عليها تشيك فراكتشر، التشيك بتاع القطع. وتيجي تقول لي ان بي 2 بتساوي 0.73 و7 في اليو. طيب تاني اليو بتساوي ايه؟ اليو بتساوي 1 ناقص اكس بار على ال. انت عندك ايه فيهم؟ عندك الاكس بار، او عندي الاكس بار عشان خاطر هو دبل انجل باك تو باك، وما بينهم الجاسيت بليت، وانت لاحم هنا ولاحم هنا. طيب جميل، يبقى انت عايز المسافة دي،
هي دي الاكس باور بالنسبة لك، ده انجل 60 في 60 في 6، فهتروح تقول ان الاي بـ1.69. على ال اللي هو طول اللحام، هو الراجل مديهولك قالك ده بـ20 سنتي، فيطلع معاك 0.9155، اكبر من 0.9، فده الماكسيمم فاليو بتاعنا، فهتاخد اليو بالماكسيمم فاليو اللي هي 0.9، وتروح تحسب الاريا نت، هتلاقيها هي الاريا جروس اللي هي كانت بكام، احنا طلعنا اللي هي 6.91. طيب فهتروح بقى تعوض تاني في القانون، هتروح تقول 0.9 في 6.91، ده هيطلع معاك 16.1 طن، واكبر من 12 طن الاكتنج على الممبر، فانت كده ستيل سيف. تاني تشيك هتتشيكه، وهو تشيك سلندرنس، فهتقول لي لاند اوت ايكوال ال بي اوت اللي هو 2√2 في 100 عشان تحوله لسنتي على سنجل انجل، فهو ده المحور الضعيف ار في، فانت عايز الار في لـ60 في 60 في 6، تروح تجيبه كده، انت عايز ار في اللي هو يطلع 1.17. الكلام ده هيطلع معاك بـ241.7، ده طبعا اقل من 300، فهو ستيل سيف. تالت حاجة معاك هي الديفليكشن، ال اوفر دي اقل منها يساوي 60، فانت تقول لي ال ده اللي هو طول الممبر، طول الممبر خلي بالك هو كان ممبر مايل، فانت عايز الهوريزونتال بروجكشن بتاعه اللي هو هتلاقيه بـ200 على دي، هو كان ممبر ايه 60 في 60 في 6، فانت ده بـ60 ملي يعني 6 سنتي، فهيطلع معاك 33.33، اقل من 60، فهو برضو سيف. لو في اي حاجة طلعت معاك انسيف، في اي حاجة يعني مثلا تعالى كده نقول ان والله ده مثلا طلع بـ11، فده اقل من 12، فده عندك انسيف، فهتروح رايح عامل ايه بقى، هتطلع على الجدول هو مختار لك 60 في 60 في 6، فانت تروح طالع على الجدول ومختار القطاع اللي بعده 60 في 60 في 6 مش نافع، فهتروح جايب 60 65 في 65 في 7، او هتروح رايح على 70 في 70 في 7، وهكذا يعني تشوف اللي هي ساتسفاي، ما ينفعش تطلع عن صيف برضو تروح رايح على اللي بعده وهكذا. طيب مش معنى ان في واحد يعني ده طلع انصيف حلو، فاحنا مثلا اللي هنختار 70 في 70 في 7 حلو، ورحنا عملنا تشيك يعني اخترناه، ورحنا رايحين عايدين اللي تشيك اللي انصيف ده تاني، هل نروح نعيد اللي تشيك اللي قبله؟ لا، اذا كان القطاع اللي اصغر منه كان سيف، فانت كبرت القطاع فهو كده كده سيف، فانت شوف ايه هي الكونديشن اللي عندك طلعت انصيف وابدأ من عندها، لان اصلا اللي قبل ده او اللي كان القطاع اللي كان اصغر من كده كان بيساتسفاي الكونديشنز اللي فوق او اللي قبلها، اللي ما كانش انصيف في الكونديشن اللي هو طلع لك انصيف، فتروح منه وبعد كده. يعني مثلا على سبيل المثال زي ما احنا بنقول الفراكشر هو اللي طلع الانصيف، فتروح عايد الانصيف وتكمل اللي بعد كده، ما ترجعش للي قبل كده. تمام، بسيطة.